الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. صنفكو رحمه الله تعالى وحوشا قال لتحقيق مقصود الباب دليلين آية آية إي حديث لبدا مركز دليل تبرق تعلق مباشرة وطوصة وصريحة لما الله لكن والله استنبادي كراه وحيكون تعلقان بالتعبد الداخل في باب التبرك تعبدك وقال لي باب التبرك قوايو عبادة وشيدوين قال لي باب التبرك كميدة إن خيرك إلهي قا السوغان دائم كالوهر تبرك قوليبا لبدا دليل مصنف كوشاهي كنت تعلقان والتبرك المنافي لأصل التوحيد والتبرك الشرك أكبر كاءه أصل التوحيد كماشي كسارية وحانا في عنان الله هيد إنه مصنف رحمه الله تعالى شاهد النصوص إيا أدلة سنيسة على التبرك الممنوع المنافي لأصل التوحيد أو لكماله وإن بدنا كم إذا صور كالتبرك ممنوعة مجر سيسنا إلى مرتبة الشرك الأكبر الشرك الأصغر يبدع يمحرم أنت وين لغتها الدليل الأول قول الله تعالى وإلى هنا فرأيتم كورم الله تكورم والعزة كورم الآيات آيات كنسخ غار كود يقول مايسترا وبخط المصنفة أي كتاب كي ألا فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلا هالكاس إلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن يدو بخط المصنف فمتن يكون قرنطي وحشاقي سليمان بن عبد الله فرأيتم اللات والعزة معنى الآية وفرأيتم أي أخبرونا والنوغو الرمى يا أيها الزاعمون أن اللات والعزة ومنات بنات الله كوين الشيقان هي إني بنات أصنام تاسي بنات الله يا إتعي ألكم الذكر وله الأنثى ما اللب كاد إذن كل ليديهين إلى هين الددقة تلك إذن قسمة ديزة إن أضلب كيدنك يالتان وزيساسيسان إلهينا الددقة وقيب المركاب بلا عدالة دوية ابن جرير هي أساس كفصري أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد وتكرهون لها الأنثى نفتين بواحد الدوريسان أضلبك أولاد كمدة ددقة نوات نعيسان وتجعلون له الأنثى إلهينا الددقة دوية لسان التي لا ترضونها لأنفسكم ولكنكم تقتلونها كراهة منكم لهن سيده الشيخ القرطبي آيات حذف باكتشرة في الآية حذف دل عليه الكلام إيه فرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله كورم إلهي ذنة سميستان واحتر بها أيام وحيان للدفاع كران أم عد عابد وإذا أوقيسا كران سيإلهي شركاء ولا نغضان اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وأسماء وأصنام ومقعية أصنام إلى هيد مشهورة عند العرب يعبدونها في الجاهلية وعانا إلى هذين المفسرين دقار كود سيدة البغوي في تفسيره هذه أسماء وأصنام اتخذوا آلهة يعبدونها اشتقوا لها أسماء من أسماء الله مقعية إلهي مقعية وقصوا الديكتين فقالوا من الله يقو كسو اشتقاقي مقع الله الله تبير هذا ومن العزيز يو كسو اشتقاقين وحير هذين العزة من المنان يو كسو اشتقاقين منا تبير هذين السلام تايمد ولي بهالك وقول لتشري يعد عابد لتشرتي وعن كل شيء قلناي في شرح القواعد الأربع ورقا كنا قلمينه وعن ربنا رجينا ناون ومنات الثالثة الأخرى الثالثة ووصف لمنات دواك صدحات والله تي عزايا كوريه
إلهي با كو سفيه كو نعتيه ثالثين إشكال كو حوينا الأخرى عربي لا تقول لثالثة الأخرى شيء كسدحادة كوي لبا يكون ريان يساقو كسدحادة أخرى لما يرادة إنما الأخرى نعت للثانية شيء لباد با أخرى لإرادة واللات والعزة الأخرى ديالك أجل إلهي إشكال ميالته لكن كيس الدحاد با ليري الثالثة الأخرى با نتشيده أرنت أود شيء ويسكو خلافين علماء اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام اللغوي وإنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي آيادها برنامات كود سوى فقا ينبى سيدا اللويري كقوله مآرب أخرى وكلا ولم يقل آخر الحسين بن الفضل يحرف في الآية تقديم وتأخير بكترة فرأيتم اللات والعزة الأخرى ومنات الثالثة والأخرى ذني السلام ويه الرئيسي والعزة بوصف واحد وكلا بعضا لكن والله الدبرقة قيل إنما قال ومنات الثالثة الأخرى لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات والعزة الكلام على نسقي يعني مناتهني مشركين تأكتوا الله بعضا كلبوا كدر جهوسي ودرجة صدحات بوها مركز سيدي أي أكلس الرئيسين كريم با الله كرشاك وقيل معنى الأخرى الحقيرة الذميمة وأنا سينكوف السري القواعد الأربعة مركين ودقيني تحقيرا إردنا عيسى والأخرى كلامها معنيه إيوام حي وتحقيرا إردنا عيسى زمخ شريف في تفسير حكول والأخرى ذم وهي المتأخرة الوضيعة المقدار وتكوى كلا درجاهان كدن بيسا يقدر كيدنا هو سيئ كقوله تعالى قالت أخراهم لأولاهم وأخراهم تا آيات داك لكو ترتلف تيدا لوغا ما تشده تودي كلا وحلوغا تشده تودي درجة هو سيسي أيا لأولاهم أي في الدرجة كتري أي وضعاؤهم وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم تلك إذن قسمة ديزة تلك وام حياة إن يذكر كي يلبك يقو دورتان لدي قناة إلهي ويالان وقسمة واقب ديزة أي جائرة عن العدل ومد عدالة كل يحسوي خارج عن الصواب مائلة عن الحق وجد دلالة الآية على مقصود الباب وحوي أن المشركين كانوا يتبركون بهذه الأصنام شركين تو أصنام تو كبر كيسن شرين تهلاي باوي نوشا غي وحي راد ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الزلفى إن إلهي ودو آدان إلهي أجر كهل عن مياني بركاهين بركاذا سي أصنام تنكر رادينيين يا هؤلاء شفعاؤنا عند الله نفع أخروي يبي كدونيين مركان المشركين كانوا يتبركون بهذه الأصنام ويرجون بها حصول النفع ودفع الضر وحان كرة تشين تيرين إني بريدي أصنام تنبريان عابوديان إلهي نفعك كهلان لبنى إلهي كالدفاع متقربين بها إلى الله وأبطل الله فعلتهم فعل كذا نوع سواء تبرك بالأصنام إلهي وبري بعض البكشاقي بقول ما أنزل الله بها من سلطان وحجاء إلهي ومسودة وحاد سمين سان وحكم عليهم بالشرك لا يحكم حكم الشرك فدل ذلك على أن من فعل كفعل فقد أشرك وفق الصنم إيا وحلم إذا بركة الرادية ما اعتقاده إنه بركة لم تحبنا إياه ده شرك موسمي فعل كود نمحوها التبرك بالأشجار والحجار والقبور بقى حانت إيا قيدها إيا حبالا يبي بركة الرادين شرين الدليل الثاني عن أبي واقد وحلق وري ألي فيه قال وحول خرجنا وربحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا أن نقول الله صعنا إلى حنين بان وبحن ونحن وحال نحن نقول حدثاء عاد كوك وقت عصبة النهي بكفر قال نما ووقت لو قال نما كيمي وإسلام نما ذا عصبيت بولي وللمشركين السدرة
لكن تو على انجيت جوبو يعكفونا اي لازمان اي فريستان عندها اكتين وينوطونا واي سوران بها يدا سلحتهم هبكود ويكلا على ديان يقال لها جيد داسول رذات انواط تي وح سور شدو صاحب كايد فمررنا وحن صامر نبي سيدنا جيد جوبا فقلنا وحن يا رسول الله اجعلنا نويل ذات انواط جيد وح سور شدو صاحب كما لهم سيئة بوغسو جيد ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يحري الله إلهي بأكبر الشيء والبكوين إنها السنن تنوى ودوينكي قلت واحد رادن والذي أليبا كل أرطي نفسي نفتي بيدي قعنت سيكترتي كما قالت بنو إسرائيل سير هل بنو إسرائيل يرادين لموسى كو يرادين اجعلنا نوية الإله إله نوصى مي على معبود أنو إلهي ودوانو إلها أي معبودا الحسن تينا هيدا نوحا كميدا هيد الدلدي اي نود لي شني اله معنيس انو ياي معبود ودي ميلا هاي نجعلنا اله خالقا اما قادرا على الاختراع دي سوغو ميالي كربا مخالق بو صمين كرا يسو يا قادر على الاختراع بو صمين كرا وما لكن وح معبودو ولا هذا عابودة دي وو شي كرا وو صمين كرا كس مركا اله معبودا كما لهم آلهة سوكوان باي معبودات اللي يهين قال وحول النبي موسى إنكم إذنكم قوم باتين تجهلون يعني خلد يقف سمينية وتركبون نبو النبي عليه الصلاة والسلام واحد مريد دونتان هذا مريد دونتان سنة من كان قبله كويد كون ريو الدوين كون رواه الترمذي وصحاحه حديث كان مصنف قصادة ركتوح وتيريي إلى الترمذي لفظ الترمذي نوحبك قد وين لفظ قال ومتن يكو كاني لفظ الحديث عند الترمذي وانا اقريها هيك عن ابي واقد الليثي ان رسول الله لما خرج الى حنين مر بشجره للمشركين ان سدرتها هي لو ما شيغين لفظ الترمذي شجره للمشركين يقال لها ذات انواط يعلقون عليها اسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال النبي سبحان الله رواد متن انا مخا كحسن الله اكبر هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم وحديث صحيح حديثك أبو واقد الليثي اسمه الحارث ابن عوفي وحان بابه قصه عن حديث حديثك الله معنا عن أبي سعيد الغوري وعن أبي هريرة حنين وواد قريب من مكة إلى جهة الطائف وتق مكة ودو حق طائف كحيقة وأنا توجد دجال كي مع الشورك هاي حنيل ورنشل وكدعي ونحن حدثوا عهد بكفر أي جديدون في الإسلام وقريب عهد بكفر كويس الإسلام لماذا كل عصبة وجرد ويد قال لي ما كي يبان وهاي يعني وحو شيء وحو هذا اعتذار عن الزلة خلت كاوحة كلي في وحوها تدا أن دين تولي بران ودين تبكو عصبان وهاي ويا معنا هذا اعتذار عن الزلة العظيمة التي وقعت منهم بسبب ذلك أي بسبب قرب عهدهم بالكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها أي يقيمون عندها طويلا أكتئد إن بدن شوق جرين تعظيم الله وطلب للبركة وينين وينين ينجد كبركة يكره دينيا والإقبال على الشيء وحمد العكوف على الشيء هو الإقبال عليه واللزوم شيء إن لو تشيستو أو للازمه سلسة لغة العرب اعتكاف كالغوفة السنة لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي ملازمين عاكفين أي ملازمين مركا اعتكاف كنا وعباده إلهي أمبا سبحانه وتعالى عابد كرام فمن لازم القبور تعظيما لها فقد صرف لها عبادة الاعتكاف كحبالها اللازمة الدول يرصدة السجود الدول تشوجستا ياك تشوجستا كويرينية عبادة اعتكاف كإلهي حق الله أي أويالي عدد من المؤرخين واحد شجين جيت كاسين وها شجرة تعبد من دون الله جيت لعابدين وها بشجين ينوطون بها سلحتهم يعلقون بها سلحتهم تعظيم الله أو طلبا للبركة هو بكودي سوري شرين وينين أي وينين يا لوجات أما بركة الرادم بأسود كريم
وماخوذ من النوط، والنوط هو التعليق. سيدي ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يقال لها ذات أنواط، أي تسمى أو تلقى بذات أنواط. ما قعد أمنا نستيدا ذات أنواط، ومحاس ذا الله قمك عاوي لكثرة ما يناط بها من السلاح. هبك للسوري تشريبا آذو فربضنا. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا. رسول كلا وأنقنا نوصى ميو نوض دور قيدا هبك يكلا الله دينه ساسير هذه كما له ذات أنواط. سيدا مشركين تاسبه وليين قيدا هبك يكلا الله دينه. وقد اختلف العلماء في تحديد ما طلبه أولئك الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم على قولين. وحن الصحابة الضلبين وامح النبي قاعد كضلبين وح كفر يبقى كضلبين يجعل لهم شجرة يعبدونها إنه إيه لقيدة يعابدان. بس طلبوا منه مجرد المشابهة قست يقولوا قيد عابد يانو نقنه إنه يدوش أون كوا وقع كادانو يقول قيد هبكا يسكسوا السودان أيشان ميه كضلبين لابده كبه كضلبين. ما الذي طلبوه؟ هل طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة يعبدونها، أم طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة يشابهون بها المشركين فقط؟ مجرد المشابهة مياه وحنا الضلبين. ولو قست وهكذا الدوان هذا بين لما قول بها لسوء خلافي قولوا حلية هاي لم يقصدوا طلب ما هو كفر. واحد قال لما مي أقصد إنما قصدوا مجرد المشابهة فقط. وحودا سيرا هل كوص الرئيسة وقالوا أنه شركة أصغرية، ولهذا النبي قموا حكمين كفر قولوا واد قالوا دلوا عبادة غير الله عبادة ضلبتين مورن. عدد من العلماء وقول كادورتي ابن عطية يا كمدة بتفسيره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يا كمدة قول كلابات نوح ليه هاي طلبوا ما هو الشرك وحشرك إياك قال لما بيضلبين. بالدليل النبي يقولوا يري لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وحتى هذا وحي رير بنو إسرائيل يكون هذا النبي موسى معبود نوصى ما سيكون معبودة وليين مركا قيد عبادات قيد كانوا الشيغان مؤرخين تقارين الشيغان إلا عابود شري مركا قيد عبادات قار كود أيالان سام مشركين تبقيت كعبادات كقار كود قصة ما ينيان أيه الضلبين. بالدليل إنه النبي قول كود كشبهي قول كي قوم موسى وهذا طلب معبود طلب إله. علماء مركا سيداتري يقولوا بدنيهين مصنف كره رحمه الله تعالى موقف كيس بلوين وشيقي دورنا وحانيت صحابات الضلبين من شركة أصغر بوها من شركة أكبر بوها مسائل كأيه مسائل بدنو طالحي داينو قوي من دونتا مركا هدين لأيه هذا ما هو الشرك أكبر بين نبي كالضلبين لماذا لم يحكم عليهم بالكفر لماذا لم يكفروا حيو التكفير هو أيه نقول سعذرهم بالجهل شركي قدورة ما يصمين ولا قميلين ويد ضلبين ضلب كودنا الجهل مكرش. ولهذا في فوائد القصة وحكوشها المصنف كوأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فإنه هي عن ذلك فانتهى لا يكفر قف قدورة الشركي وصمين جهلي كوكليفون والله قرر يقول لدور اسكدة وحاسمة بنانية وكهرة كفري مايو لكن مركز لو شيغي كدب ادو اسك سي وتو مركزو كفريه الدين تو كبحيا علماء مركز تري وحنا الدلبان وما هو شرك اكبر مخرج من المله ابن القيم كمذا في غاثه الاهفال. شيخ محمد عبد الوهاب لا اقواش سقار كي تاسوي كدح موقتها يدو ميلك لو كنت تسريحيه مسائل كتاب التوحيد يكشف شبهات كبا
وحان يدل بين شركو الأصغرين وحان الله أكبر أي أجل وأعظم رواية الترمذي ورواية أحمد رواية الترمذي سبحان الله وكان التكبير والتسبيح هنا وقع موقع التعجب والاستنكار الله أكبر يا سبحان الله بالنبي وحي هذا الكود حمانتي سكيار أو ينكري تعظيم الله والتنزيه عن الشرك وعما لا يليق به قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة قياس باكترا جملة وقاس النبي مقالة بعض صحابته على مقالة بني إسرائيل لماذا مقالوا إسرائيل قياس قاطع ومعنى إن اسكمدهم بوشاي هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما المشركين ذات أنواط قيدار وحصرنا نوصم بين هذين سيب مشركين تبا يوليين من نعاس وأولئك قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لماذا إن اسكمدهم بوشاي نبي عليه الصلاة والسلام لبدا مقالو اسكو شبهي واي لبدا مقالو وحا كلميه وداغان وحا ويهي ان كل طلب ان يجعل له ما يؤلهه ويعبده من دون الله لبدا قلبه واحد دلبير وحا اي معبود كدكتان من دون الله لكن لفظ يقول بك الدول وتغيير الاسم لا يغير الحقيقه ما قاعد بدل حقد وحبك بدل ما واحد تاني ردين حوق بدن كطهي قولوينك كل الشبهات كين كوارك الشبهات أسي أورانيا النقو حيابان العبادات كقار كود وحنانو باريني أمانو قولعني إله كمانا شيقين مشركين تون إله بيكو شيقين شرين واطلب هذا وحنانو الصمينين أنقو عبادة كمانا شيقين مشركين تون عبادة كشيقين شرين وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفة بورن شرين يا جعل الآيهة إله واحدة مركز سيداد نوغالا متنقي سان كوو إذن إلهي عين إله كشكت يقوى وحياي أسمين يين بريو يقورع ينذر لها عباده يعابده يين كشكت يأنا قول إله كلمة شراء الله بو يعني وحنا نصمين أننا توصل إيه كشكي إيه تعظيم الأولياء وعبادان كشكي وحنا لأننا ما قلوا حبا حقيقة كما بدلوا حقيقة الشرك هو وح خصائص إلهي كم إذا إلهي عدان هن الله يلو عدة أما إله الله بحيه أما أولياء الله بحيه واسكمد حقيقة الشرك هو يتشوكت حقيقة الشرك محيه جعل شيء من خصائص الله وحقوقه لغيره انت سيطيح حاسي شو ما قال الدوني هل استعمال حقيقة الشرك هو يتشوكت هدي واحد العبة في الحقيقة وهي مسكر ما قال كلين الله بحيه أمي وحكبة درس شيء يقول حرام كون نقول بكوني مسكرا قول كما فعل كما اعتقاد كنا وحو الشرك كنا قنيا بكونه مشتملا على جعل الشيء من حقوق الله وخصائصه لغيره وحو الشرك كنا قنيا ما هو قرى إن مقع إله عدان إله يهين لغو الشيخ يدون مقع عبال لغو الشيخ إن هذه عبادات كله يليه أما أوصاف الربوبية دواء الشرك وحان الله صمعين يمر هدو العبادية هاي سيدب حقية النذر كي يدعى عبادات هاي إلا إذا هذو أن عابد إنه وحمق عباد الله بحياء شرد معها شرد هو وحي حق إلهي أها خاص بالله إلهي كجارة إن الله صمعي وحكم كل اسمه يمقع معها هو حقيقة الحقيقة حديث كانت تصوت المامية قول هذا ما يؤرن سعاد ما يؤرن إلهي عدان إله نو صمعي النبي كما يؤرن اجعل لنا ذات أنواط بين هذين رياسة استعمالين هذين النبي يقول الشيء قول كوداسي حقا معناها إنه لم يدي هي حكمك قول كي رير بنو إسرائيل أي هذين اجعل لنا إلها كما لهم آله والدليل واضح هو مركام إله أبيح وحانا عابد إسو أما هو اللي أبيح أما الشيطان أبيح هذين تاسكوت الله وحانا دو الصمين السامر هذين حق إسو عبادته أما عبادة كشيك أما التواصل كشيك توصل كده مشركين تبع عبادتي أي أسرام تؤسمينين توصل بيكو شاقني يقبع ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ما نعبدهم إلا أنهم خلقونا بساس مئي لهذه ما يعني
ليقربون إلى الله الزلفة والتوصل يقوى التوصل بيكو شيء واي وتركبن سنن من كان قبلكم أي سيسلك بعضكم مسالك الأمم السالفة المخالفة للشرع بركين وحي مري الدونان والدوين كي أي مرين ومديدين كوري الشرع خلاف صنيد ومدو دان معها ومدن لا تجتمع على الضلالة وأن بعض الأمة أي سيقع منه ما وقع في الأمم السابقة من اليهود والنصارى هذا الكلام مجرد إخبار معها بما سيقع ساسار دعي الدون توقار إذن كم إذا يهودي النصارى كدين دون قرماء بل يحمل تحذيرا ودلالة على تحريم التشبه بالكفار ويحن بارسي الدقنين للي يسيدا هي لنا يا حارنتمين الحارنتمين أيو سواء كيسين تيكو دايشة الكفار وجه دلالة الحديث على مقصود الباب وأن تشبيه النبي ما طلبوه من يجعل لهم شجرة يتبركون بها أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم شبهيست النبي وكشبهي ما طلبوه وحن أي الدلبين ولا أن صحابة كمدها وآمن أن يجعل لهم من أي على شجرة جيد يتبركون بها يكبر كيستان بقول بني إسرائيل وكشبهي ربنا إسرائيل قول كودا إلى هذين اجعلنا إلها كما لهم آلهة والدليل على أن التبرك بالأشجار والأحجار نوع تأليه لها دليل على أن التبرك بالأشجار والأحجار إلا آمنوا إن قيدها يدق حانت بركاء هيان إنه يهي نوع تأليه لها نوع إله كدقس وعابدس معنى العابدية مرقى التاصيل واحد سنة ساعة إن التبرك بالأشجار والأحجار والأصنام والقبور وياهي الشرك مروا شرك أكبر أن غضية مروا شرك أصغر أن غضبة فوائد الشيخ شيخ سليمان بن عبد الله حديث كانوا كشاقي تيار الشيخ نبا كم دوحه وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء أحكام توحى سامين كله إثباتا ونفيا ومعاني دائما مقعيدا ولهذا جعل النبي طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط إن ذات أنواط كما قعابين وإلهان كما قعابين رسولك وحبك مصر قادم فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح له والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة كما قعابين فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه وقس على ذلك وفيها أن من عبد فهو إله مردي العابده دواء إله إلى إله معبود بوهاي ولو أدوك إلا إله ماها لكن هو إله مرد عباده وياشي لأن بني إسرائيل الذين سألوا النبي لم يريدوا من الأصنام والأشجار الخلق والرزق غير بني إسرائيل هي قولد النبي قال هذا الشيء بعد أصنام تنية جيد كان قولده أصنام تقولد دمنا جيد كان ما وحي كدوانيين وح أبو رسي الرزق وحبي أبو ران وحبي أرزاقا ساصل هاي مايا إنما أرادوا البركة بركة كدونيين ليقربون إلى الله زلفا يو العكوفة عندها فكان ذلك اتخاذا له إلها مع الله تعالى وفيها أن معنى الإله هو المعبود معنى قصان كبرنا إله معني سنيا المعبود اجعل لنا إلها أي معبودا وأن من أراد أن يفعل الشرك جاهلا فنوي عن ذلك فانتهى لا يكفر وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفاه على أولئك الصحابة ذكره المصنفون قال فيه مسائل الأولى سلوك هو تفسير آية النجم
وفسرت ده آية سورة النجم كتيرتها فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تفسير كذا نهر آيين والشاقني. الثانية معرفة سورة الأمر أرنكي سورة دي سأين لقرته الذي أرنكاس وطلبوا أي ضلبين ومحي نبي كضلبين أن يجعل لهم ذات أنواط قيد وحل الصلاة أي كبر كيستان سي مشركين تبقوا لي ذات أنواط دلب كوداسي نوع موها ما الشركة أصغر بوها بس الشركة أكبر بوها يظهر إنه ها الشركة أكبر بدليل تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لكن صابت أقالوا بوين أي تهي جهلهم ولم يكن بين الإسلام وبين هذه القصة إلا أقل من شهر سروات كغير كود كحسن قول هذا السيدان ضلبتي مركي إسلامين إيا مركي نبي قد ضلب كان وبندقين بلين كير باود حيس مركي عداد السلام نمد آدقو حسن بها جهلي قود الله قعدر دار الثالثة تكونوا ما يهاين لم يفعلوا قواء سمين ودي ما يهلن قيد كاما يسميس نبي قمر كودي دي ويكهرين أما لم يعلقوا ابتداء مع نوح وي يقول النبي وحبه ويدين قيد كإسكميس سميسا النبي عليه الصلاة والسلام أيه كالدلبين وانت السميستين ميور النبي إلهي نو إقراري نو الدعي نو أقلوين نسي وضناه وشان سميسا النبي عليه الصلاة والسلام أيه كالدلبين واي انه معنوه السيدة اي هاي ومعنوه لبا هذا الكلام معنوه احتماله ابتداء وما يسمعين بلوهان الا اي نبي قوي ديستين ايه ان لا يراه هذا مركو النبي قوي دي دي ما يسمعين لبا ده معنوه احتماله معناه هو رأيان الراجح وانان بلوهان السمعين الا اي نبي عليه الصلاة والسلام وي ديستين دي ترى النبي قوي دي دي ساسي كغارين وكان ما يسمعين بلا ابتداء ولا انتهاء ويبقى تارج عينو حكمي ده مسألة اللباطنات مصنف كوحي يقول أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر صحابة ده أكتو ده واحد صغنية عباداتكم أمر شرعي إلي أباهيهين تاسا أكتو ده صغنية ولهذا الشيء قالوا عبادة وقد شهدين ما يصمعين إلا أي نبي ويديين سوء أمر النبي وهو شرعي معناها لبعض هذا الكلام احتمال وامر كل نبي جود ديدين ما يسمين هذا الكلام مصنف كش شبهات وكل يوم معناه لبعضنا حوتشيني الرابعة كونوا معشاها ينقصدوا كوا قصديات تقرب إلى الله إلهين يقول دوادان بذلك أرنكا لظنهم وأملين تأملين أنه يحب إلهين وتشعلي كمصنف كوحة هذا الكيسة كم وغضة واحد سميين شركة أكبر إن أنا وين واحد سلاعين إلهي بس سيدا تشعل إن تجيت سوي ستارة وحكله شر وحي إسلاحين ومعصيه إلهي ونعبيه وكعرونيه ما يدلبهين وحي إسلاحين وحي إلهي باتشعل الخامسة أنهم يقوا إذا جهلوا هذا دي أرنكا جاهلين كهين أرنكا حراني مديس يقوا النبي قال لتشوقي فغيرهم عدان يقاهم بأولى أمودا بالجهل يقوا الصحابة والنبي قال لتشوقي إن وحال السميستو بركة السالة الرادية دي جاهلين كهين داعتك لين الجاهل كاه تنا الله ليا بمايو. مركب مصنفكم حم هذا الكاو الشاقي. ذكر المصنف هذا لئلا نغتر بعمل الناس. وددك عمل كود الساند وقدك من. ونظور ضدك بصاصي الصميان. لأن عمل الناس قد يكون عن جهل. ددك عمل كود وحوكنا لنكر الجهل. ولهذا العبرة بما دل عليه الوحي لا بعمل الناس. وهو حكى سوقات كلين للدليشان ايه وحلقوا لي صياء ووحي وحي قتسيي اما وحي ددكو السميان وحي ددكو السميان صحنا وانغنكرا خلدنا وانغنكرا
mid jahli ku dhisan buu noqon karaa marka mas'aladu mas'ala diiniya mar haday tahay daliil u raadi ee amalu naas ha ku dhisin asaadisatu anna lahum saxaabada waxa u sugnaa min alxasanaati xasanaat xaggooda waxa uga sugnaa yow alwacdi bilmaqfira yaboha loo yabahay dembi dhaaf maa laysa ligayrihim waxaan dadka kale u sugnayn oo saxaabinimada ay ku heleen iyo xasanaadkooda badnaa iyo islaamka ay u horreeyeen وكيل هذه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى إيغو صفات الله والله حسنات بدن ولو قدن بدافه والله صفات بدن ولو قدن بدافه هدنا النبي أنكر عليهم ورد عليهم باطلا وحي خلدنايا يكوها الليل وكو إنكري بادل كودنا وكو ردين فالإنكار على غيرهم أولى ولهذا قول كما فعل كهدوية هاي منكر مخالف للشريعة ولو قف كانوا كسوف وليها بان قد وقف درجة صار له له فضل ومنزلة عند الله إلهي أكتسى ليرات كله يدرجه أما هن قد وقف عن درجة الله المنكر ينكر لكونه منكرا qofka uu kasoo fulay lagu salaayn maayo inkaaru munkar walaa oran maayo haduu hebel kasoo fulana waa la iska deynayaa lama inkirayo haduu hebel kasoo fulana waa la inkirayaa taas waa wixii reer banu israa'iil ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ugu cadhooday inkooda hooseeyana xadka ay ku ogi jireen ka shariifka ay marka uu xado ama waxad waajibinaya sameeyana iska deyn jiray sharciga ilaahay taa ma yaqaan cadaalad buu yaqaanaa oo munkarku waa munkar waa la inkirayaa عالم كسوفلو ولي صالح كسوفلو وف جاهل كسوفلو والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.